في جيل كده قديم كان جيل حلو في الشغل، لما تيجي تتفق معاه عشان يشتغل يعني او يتعين في مكان ايه يسألك على طول كده، طب انا مطلوب مني ايه؟ طب انا عايز اشتغل على ايه؟ طب انا نفسي اتطور في الحته الفلانيه، طب انا نفسي والله اقدم للمكان ده كذا، طب انا بفكر والله ان انا مثلا اخد كورس في الحاجه الفلانيه عشان اطور نفسي. الحاجات دي ما بقناش نسمعها. عارف دلوقتي بنسمع ايه لمعظم الشباب اللي جايين يتوظفوا؟ هقبض كام؟ اجازاتي امتى؟ هعمل ايه؟ ما بتفرقش معانا. تعال اقول لك على كلمه السر تصنيف الشخص اللي جاي يشتغل في شركه او يتعين في شركه، اللي بيقول لك على طول بدايه سؤاله كده هقبض كام؟ اجازاتي امتى؟ مجرد ما بيسالك السؤال ده انت هتعرف على طول ان هو راجل يا اما بيفاضل ما بينك وما بين مكان تاني، هو اوريدي ما عندوش ولاء ليك خالص، ولا ولاء للشركه ولا ولاء للشغلانه، هو عنده مفاضله، انا هاجي عندك هقعد كذا واروح عند فلان اقبض كذا. لو انا اديته اكتر بغض النظر عن انا شركتي كويسه او وحشه او كياني كويس او وحش، هو هيجي عندي طالما خد اكتر. تمام؟ ده افهم على طول كراجل صاحب شغل بقى او مدير في شغل او كده، بعرف على طول ان الشخص ده اللي جاي لي ده له تسعيره. يعني طول ما انا بكلمه بتسعيرته هو معاك. اول ما قلت له تسعيرتك مش موجوده هو مش معاك. وغالبا و99% اللي بيعين حد او بيشغل حد بالمنتاليتي دي بياخد منه اللي هو عايزه وبيقول له شكرا. طب مين بقى الشخص اللي مرتبه بيزيد والابديت بتاعه مستمر وبيكبر في الشركه وبياخد تايتلز؟ ومين الشاطر اللي لما قعد معايا اتباهى بعلمه واتباهى بشهادته واتباهى بدراسته؟ ساعتها صاحب الشغل لما يجي يحط له سالري بيحط له قيمه العمل والعلم والاجتهاد والمجهود والتفكير بجانب الافريج بتاع سعر الوظيفه دي او المهنه دي او التايتل ده. ما هو في افريج، انا ببقى عارف والله انه اللي شغال كذا رينج سعره او رينج السالري بتاعه من كذا لكذا. مين بقى اللي بيكسر من كذا لكذا وبياخد اكتر؟ اللي عنده علم، اللي عنده تطور، اللي عنده حاجة واضحة انه هيقدمها. ده بقى اللي ما بيتسابش، وده بقى اللي بيقعد يتقال له كل شوية تعالى نقعد نفكر نعمل ليه، لانك عارف ان ده شاطر. فده مجاش ايضك في الاول بالفلوس، هو ايضك بالشغل، هو ايضك بالمكسب. يعني ايه؟ يعني انا لما هخلي حد معايا في الشغل جامد بيفكر ودماغه نظيفة وبيقدم وبيعمل، ايه المقابل لده؟ اني اعمل شغل افضل واحسن بسعر اعلى كواليتي اعلى، فهيعلي سعري. فلما انا ابيع سعري اعلى هعلي سعرك. فنصيحه بجد للشباب الصغير، اوعى تحضر ميتنج يبقى رقم واحد سؤالك هقبض كام واجازتي امتى. يعني ايه اجازتي امتى؟ معلش انت لسه صغير، انت لسه بتبني حياتك، اجازه ايه؟ خد اجازه طبعا ما بقولكش لا، بس ما يبقاش ده اهتمامك، ما يبقاش ده مش هو ده رقم واحد.